عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واثقة وعازمة على مواصلة مسيرة التنمية بطموحات كبيرة ورؤية نيرة واضحة متطلعة للمستقبل. ولقد جسدت منظومة العمل الحكومي التي أسسها المغفور له الشيخ زايد في العام 1966 واقعية تلك المرحلة الشاقة لبداية مرحلة البناء والتعمير. ولقد واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبشكل حثيث في استكمال البناء على هذا النهج المبارك، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، لتصبح منظومة العمل الحكومي في أبوظبي اليوم وفق آخر متطلبات العصر الحديث.